مرحبا بكم من جديد. وفي مواضيعنا الاجتماعية، ربما أفضل ما يقوم به الفرد أو المؤسسة على مشارف السنة الجديدة هو حصر الإنجازات، غربلة الأهداف، ووضع خطة تنفيذية جديدة لتحقيق المزيد من النجاح. لذلك ونحن نودع هذه الأيام عام التسامح، نسلط الضوء على جمعية الفجيرة الخيرية وأبرز الإنجازات التي حققتها في عام 2019 وفق استراتيجيتها القائمة على استغلال الموارد المتوفرة لإحداث أكبر أثر إيجابي ممكن في المجتمع. طبعا للحديث أكثر عن إنجازات جمعية الفجيرة الخيرية العام 2019، يسعدنا أن نستضيف معنا في دبي هذا الصباح السيد فايز سعيد اليماحي، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية. أهلا وسهلا فيك. يسعد الله صباحكم وصباحكم عطاء وخير وتوافيق بإذن الله تعالى. نورت منورنا اليوم. طبعا في البداية أنا أشكر مؤسسة دبي للإعلام على الاستضافة وتسليطها لهذا الخير وهذا الإنجاز اللي ربت عليه دولة الإمارات من مؤسسات من أفراد. ربي يقويكم وشكرا لكم، وإن شاء الله أن نقدم لكم الشيء اللي يفيدكم ويفيد المجتمع. طبعا هذا واجبنا ونحن نشكركم. طبعا اللي شفناه في الفيديو قبل شوي هذا جزء صغير من عطاءاتكم في 2019. نعم. طيب خبرني أستاذ فايلز، شو هي الأشياء اللي كيف بديتوا أسستوا جمعية الفجيرة الخيرية، وشو أهدافكم وشو عطاءاتكم لنا الحين؟ بداية بدعم لا محدود من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله، في سنة 1986 أسس معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية مع الأيادي الخير وأيادي العطاء صندوق الطلبة، اللي هو يدعم الطلبة من التعليم، من شو الاحتياجات الطالب. من عقبها بسنة في سنة 1987 تم إشهار جمعية الفجيرة الخيرية من قبل الوزارات والجهات المختصة على أنها تكون نموذج رائد في دولة الإمارات بالعطاء وبالخير وبالاستدامة. جميل جدا. طيب الجمعية الفجيرة هل لها فروع ثانية ولا فقط موجودة في الفجيرة؟ طبعا نحن حاليا موجودين في إمارة الفجيرة في الفرع الرئيسي وفي فرع في منطقة أو مدينة دبا الفجيرة، وإن شاء الله في خطة إن شاء الله راح تكون في المستقبل إن شاء الله أنها تكون أو تغطي الفئات اللي موجودة في دولة الإمارات. جميل. مساعداتكم هل هي محلية فقط أو خارجية كذلك؟ نحن مساعداتنا محلية، ولكن في تنسيق مع جهات مختصة وتعاون من قبل الهلال الأحمر أو الجهات الأخرى اللي لها نموذج رائد من خارج الدولة، أن نغطي إذا كان وإذا أمكن فئات محتاجة خارج دولة الإمارات يكون عن طريقهم. نعم. طيب هناك الكثير من مشاريع التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة وللأسر كذلك، خبرني كلمني عنها كلها بتفاصيل أكثر. طبعا أهداف أو استراتيجيات جمعية الفجيرة الخيرية في ظل توجهات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أنها تخلق استدامة للمشاريع اللي تقدمها جمعية الفجيرة الخيرية. ولله الحمد تم في سنة 2004 إطلاق مركز الأسر المنتجة. اليوم نحن في جمعية الفجيرة الخيرية نطلع أنه هذه الأسرة تمكن في المجتمع، تعتمد على الذات، تعتمد على النفس، أنها تكون قادرة مع فترة ومع مرور الأيام أنها هي اللي تصرف على نفسها، تعتمد على نفسها. وهو هذا هدف استراتيجي لجمعية الفجيرة الخيرية، تمكن الأسر. نعم. من خلال المشاريع التنموية والمساعدة يعني. والاستدامة. حقيقة مشكورة كل الجهات اللي ساهمت معنا في هذا الحدث اللي نمكن فيه الأسر من مؤسسات، من أفراد، من محسنين. حقيقة في نماذج وطرق أمانة قاعدين نشاهدها من هذا الجانب، أنه في أسر اليوم صارت هي تعيل أو نعم. تساعد الأسر الثانية. جميل. فمثل ما تقول يا أستاذتي الفاضلة، هي ثقافة تنشر في المجتمع.
جميل جدا، يعطيكم العافية. طبعا الله يعافيك. طيب العاملين في هاي المؤسسة كيف تم تأهيلهم، وكذلك كيف تدرسون الحالات؟ خبرني تفاصيل أكثر. طبعا بداية ندرس الحالات، نحن عندنا الحمد لله طاقم باحث متخصص اجتماعيا. اليوم نحن ننظر ونرحب في صدر رحب، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأفراد اللي إحنا نقدم لها المساعدة، هناك جوانب حقيقة تدرس، وتدرس بطريقة مبسطة، بطريقة طيبة، أن نحن اليوم بدل الشخص اللي جاينا نحن نعبل عليه أو نكبت عليه من الأشياء وهذا، لا، نحن نكون عنده سلسين، نوصل له إلى بيته، نشوف شو اللي محتاجه، إذا مثلا عنده حاجات أخرى نسهلها عليه ويا الجهات الثانية. نحن اليوم هدفنا هدف أن نساعد الجميع ونخدم الجميع في ظل توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة يعني نحن اليوم في دولة نحمد الله ونشكرها عليها وقيادتنا الرشيدة اللي أعطتنا نموذج رائد من حياة الشيخ زايد طيب الله فراه في عمل الخير وعمل العطاء ومساعدة الآخرين. جميل جدا، يعطيكم العافية، صراحة فخورين جدا فيكم بإنجازاتكم. طيب أنا لفت نظري شيء، طبعا أنتم واحدة من أهدافكم هي إنتاج مشاريع تنموية تتميز بالجودة والمصداقية. نعم. شو تقصدون بالمصداقية؟ يعني في الكثير من الجمعيات الخيرية طبعا، ولكن أنتم تتميزون بالجودة والمصداقية كذلك. طبعا اليوم نحن عدنا للمحسنين جزاهم الله خير اللي نقدم لهم شكر من هاي المنصة، تقارير توصلهم أول بأول. أنت اليوم كمحسن شو عطيت وشو اللي استفاد وشو اللي باقي؟ نحن اليوم اللهم منا وسيط ما بين المحسن وما بين الفئة المحتاجة، والفئة اللي محتاجة نحن اليوم اللي ننظر لها، ما ننظر لفئة معينة، طفل، كبير، صغير، شايب، مسن، نحن اليوم نخدم الجميع. فالمصداقية ما تأتي إلا من 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 حب هذا الوطن وحب العطاء وحب الخير، لأن أنت اليوم قاعد تقدم رسالة، رسالة طيبة، رسالة سامية. فالمصداقية لابد أنها تكون موجودة، فهي أساس من أسس العمل الخيري. جميل جدا. طيب بشكل سريع خبرني، طبعا 2019 كان عام إنجازات كبيرة بالنسبة لكم، خاصة في عام التسامح، شو كانت إنجازاتكم في عام 2019؟ طبعا نحن نفتخر إن شاء الله ونطمح للأعوام القادمة أن يكون هذا الرقم أكبر. إحنا اليوم عندنا أكثر عن 1,190,000 مستفيد خلال عام 2019 في عام التسامح، ولكن هو رقم ما شاء الله، كانت في مجهودات طيبة من الكادر الوظيفي، من مجلس الإدارة، من متابعة الجهات المختصة، بالإضافة إلى المحسنين اللي ما قصروا أمانة في دعم فئات كانت بحاجة ومس الحاجة لهذه المساعدات. فإن شاء الله بإذن الله القادم أكثر والقادم أكبر، والعطاء مفتوح بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طبعا شكر خاص لكم طبعا، وإن شاء الله عطاءكم يستمر وما ينقطع إن شاء الله. أكيد. شكرا لوجودك معنا اليوم السيد فايز عيد اليماحي، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بجمعية الفجيرة الخيرية. شكرا لك.